خلونا نعرف اكثر كيف حيكون طقسنا لليوم ولبقيه الاسبوع القادم، واكيد المتنبئ الجوي اللي تعودنا كل نهار سبت نعرف انه تفاصيل اكثر. حسان الجردي صار معنا عبر اتصال هاتفي. سعد صباحك استاذ. صباح الخير. سعد صباحك، هلا. اهلا وسهلا، تفضل. هلا بالنسبه لحاله الطقس خلال 24 ساعه القادمه وتبقى عن حاله الطقس خلال الاسبوع، البلاد عم تتاثر بامتداد مرتفع جوي سطحي عم يترافق بتيارات شماليه غربيه بطبقات الجو العليا. هلا بشكل عام نحن بالجزء الاخير من فصل الخريف، الاجواء خلال ساعات النهار عم تكون مشمسه بين الصحو والغائمه جزئيا، اجواء خريفيه معتدله في معظم المناطق. التغير عم يكون بدرجات الحراره، درجات الحراره مثل ما ذكرنا من قبل عم توالي ارتفاعها التدريجي لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 2 ل 4 درجات مئويه بشكل عام. الاجواء الخريفيه المعتدله هي سيده الموقف خلال اليومين القادمين بين الصحو والغائمه جزئيا بشكل عام، لكن عم يكون في فرق ما بين الليل وبين النهار. خلال ساعات الليل عم تكون الاجواء بشكل عام بارده نسبيا بمعظم المناطق وخاصه بالمرتفعات الجبليه، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقه الوسطى والقلمون والجزيره واجزاء من المنطقه الشرقيه والغربيه. اما الرياح عم تكون شرقيه الى شماليه شرقيه باغلب المناطق، بينما تكون شماليه غربيه في المناطق الشرقيه والجزيره بين الخفيفه والمعتدله، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجه حراره مياه البحر 28 درجه مئويه. هلا لنهار بكره في ارتفاع بدرجات الحراره، بس ما هو الارتفاع الكبير، بتضل الحرارات اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه. الاجواء بين الصحو والخائم جزئيا، الاجواء البارده نسبيا هي سيده الموقف بالليل مع احتمال تشكل الضباب. استمر معنا هيدي الاجواء حتى منتصف هيدا الاسبوع، بيكون في عنا تغيير من اعتبار يوم الاثنين. خلال ساعات المساء والليل تتحول الاجواء الى غائمه احيانا، لتكون الفرصه مهيئه باذن الله في هطل سخات من المطر بالمنطقه الساحليه والشماليه الغربيه، اللي بتبدو هطل يومي الثلاثاء والاربعاء ليشمل اغلب المناطق والبطولات الجزيره، ومصحوبه بالعواصف الرعديه وحبات البرد بعض الاحيان خاصه بالمنطقه الساحليه والشماليه الغربيه، في انخفاض على درجات الحراره يوم الثلاثاء والاربعاء بتفتح حول معدلات او ادنى معدلات قليله من هيدي الفتره، يعني كان رح تتاثر بمنخفض جوي متوسط الفعاليه منتصف هيدا الاسبوع ببلش خلال ساعات ليل يوم الاثنين من الساحل السوري، بيستمر ليومين من الثلاثاء والاربعاء بفعاليه بتكون متوسطه الى جيده بالساحل السوري، يؤدي لهطولات مطريه بتكون غزيره مصطبه بالعواصف الرعديه بالشمال الغربي بالمنطقه الساحليه. ان شاء الله بتكون هطولات يوم الثلاثاء عامه وشامله باغلب المناطق، اجواء بتكون غائمه ماطره على فترات بمختلف المناطق يوم الثلاثاء، وفرصه هطول الاربعاء بتكون جيده. نهار الخميس نهايه هذا الاسبوع الحراره بتضل حول معدلات او ادنى بقليل، والجو بشكل عام رح يكون غائم بقي مع بقاء فرصه لهطولات من المطر بالمنطقة الشرقية والجزيرة وأجزاء من البادية السورية. خلال ساعات الليل عم تكون الأجواء باردة نهاية هيدا الأسبوع بأغلب المناطق، وتفسد تشكل الضباب رح تكون ببعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، يعني التغيرات عم تكون بمنتصف هيدا الأسبوع. بداية الأسبوع عم تكون أجواء خريفية معتدلة حرارة أعلى من معدلاتها، منتصف الأسبوع أجواء عم تكون غائمة ماطرة مع انخفاض الحرارة حول المعدل أو أدنى بخلي ترجع الأجواء تستقر نهاية هيدا الأسبوع. أما درجات الحرارة المتوقعة من العاصمة لمنطقة اليوم 21/8، القنيطرة 22/11، القلمون المرتفعات الجبلية 13/3، درعا والسويداء 21/11، المنطقة الوسطى حمص الحماة 18/4، منطقة الجزيرة وقفص الحسكة 19/3، ساحل السوري اللاذقية وطرطوس 23/12، كمان خلال الأردن 12/5، المنطقة الشرقية دير الزور المدخل 13/5، وأيضا البلاد السورية مدينة تدوى. نعم استاذ حسان الجردي، بدنا نشكرك لكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما نقول بردا وسلاما على سوريا الحبيبه، والله يبعث هيك الامطار، امطار الخير آمين لارواحنا ولانفسنا واكيد للاراضي الزراعيه. اليوم نحن اكيد بحاجه هالامطار كرمال الموسم.